واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كأنك هناك. كل مره الناس بيسالوني يا جماعه انت بتصور اوروبا، تصور كل حته في اوروبا، بس مدينتك انت شكلها ايه؟ عايزين نتفرج عليها. ف جيت فرصه، بقى لي اسبوع او 10 ايام محبوسين، مطر 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 سيول. النهارده اول يوم يطلع فيه شمس، فقلت ما بدهاش، نزل نتفرج على مدينتي اللي عايش فيها بقى لها 5 سنين، مدينه ايندهوفن. هنشوف اهم الحاجات اللي في المدينه ونتفرج عليها، وزي كل مره هختار لكم اهم المعالم المدينه اللي تحس لانك لو شفتها كانك كنت فعلا زرت مدينه ايندهوفن كانك هناك. فاربطوا الاحزمه، الطياره ستطلع الى مدينه ايندهوفن من جنوب هولندا كانك هناك. كل شيء صباح الخير. طبعا انا صورت قبل كده فيديوهات كتير عن سوق العرب في المدينه، فمن هنا من وقت ما وقفنا المره اللي فاتت من سوق العرب هنبدا ونستكشف اهم معالم اللي من وجهه نظري لو انت شفتهم تحس فعلا كانك زرت المدينه. فاشترك بالقناه علشان يوصلك كل جديد اول باول. اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك اشعارات بالكل جديد، و يلا بينا نكتشف مدينة ايندهوفن. حط اللي في النص ده عشان يفرق بين اللي رايح واللي جاي. الشمس طلعة عشان كده في زحمة. وايندهوفن اللي احنا ماشيين دلوقتي في السوق المركزي بتاعها هي خامس اكبر مدينة وبلدية في هولندا، وموقعها موجود في جنوب البلاد في مقاطعة شمال برابانت. عدد سكان المدينة تقريبا 235,000 نسمة، وبيوصلوا مع ضواحيها لأكثر من 750,000 نسمة، اللي بيخليها أكبر خامس مدينة موجودة في هولندا. موقع المدينة في الأصل كان عند التقاء نهر دوميل مع نهر الجندل، ومعنى كلمة ايندهوفن هو الحواف الأخيرة من الأرض المستخدمة، لأنها كانت المدينة اللي على أطراف هولندا فسموها الحافة الأخيرة من الأرض اللي هي تصلح للاستخدام. ها إيه رأيكم في سوق المدينة الجميل بتاع مدينتي؟ المهم مدينة ايندهوفن اتطورت من واحدة من المدن الصغيرة في هولندا لواحدة من أكبر المدن في هولندا بسبب اسمين، فيليبس وداف. طبعا فيليبس عارفينها، هي أكبر شركة إلكترونيات موجودة في أوروبا، وداف واحدة من أكبر شركات النقل في هولندا. وكانت مدينة ايندهوفن لحد سنة 1815 ونهاية الثورة البلجيكية وبداية تكوين هولندا بشكلها الحالي وانفصالها عن بلجيكا، كانت ايندهوفن في أطراف المملكة الهولندية الحديثة ومجرد قرية صغيرة، لدرجة ان عدد سكانها بس كان 1000 شخص. تخيلوا 1000 شخص بس في المدينة الكبيرة دي، ما كان فيها اقتصاد، والسكان الألف دول عايشين فقط على الزراعة. وكانت المنطقة أراضيها رخيصة جدا، علشان كده اختارها الملك ويليام الأول عشان يبدأ فيها مجموعة من الصناعات النامية، فعمل فيها مصانع نسيج وتصنيع السيجار والكبريت ومصانع قبعات لحد ما التغيير الكبير اللي حصل على المدينة وتغير تاريخ المدينة كله. ففي سنة 1891 أسس الأخين جيرارد وأنطون فيليبس مصنع المصابيح الكهربائية اللي حينمو ويكبر ويبقى واحد من أكبر شركات الإلكترونيات في العالم ومعروف باسم فيليبس. وأكيد هنتكلم كتير بعد كده على مستر فيليبس، لأن مدينة ايندهوفن كلها قائمة تقريبا على إنجازاته. حتى المعلم اللي احنا واقفين قصاده دلوقتي اسمه قاعة فريتز فيليبس للموسيقى، وهو واحد من المسارح المشهورة في مدينة ايندهوفن، مش بس في مدينة ايندهوفن ولكن في كل هولندا. المكان اتأسس سنة 1992 وتم تسميته تكريم لرائد الأعمال المشهور فيليبس فريتز فيليبس في الذكرى 90 لوفاته. القاعة كبيرة جدا بتسيع 1500 شخص، ودايما بيحصل فيها حفلات جميلة وروعة، وحضرت فيها أنا أكتر من حفلة. وصلنا للكنيسة الرئيسية بمدينة ايندهوفن، كنيسة سانت كاترين.
كنيسة سانتا كاترين هي كنيسة رومانية كاثوليكية اتبنت على شرف القديسة كاترين أوف ألكسندر. مش عارف بقى هي من اسكندرية ولا هي اسمها كده كاترين أوف ألكسندر. المهم الكنيسة دي هي واحدة من أروع الكنائس الموجودة في مدينة أيندهوفن. والكنيسة قديمة ولكن اتجددت سنة 1861، يعني تقريبا بقالها 160 سنة متجددة، واتجددت على الطراز القوطي الجديد الفرنسي. والقوطي الجديد الفرنسي هو الشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان محدش يقول لي هو ايه القوطي الجديد الفرنسي. والكنيسة سانت كاترين برجين، كل واحد طوله 70 متر لكن كل واحد شكله غير التاني، واحد اسمه برج ديفيد والتاني اسمه برج ماري. وتعالوا كده أخدكم في جولة سريعة داخل الكاتدرائية علشان ما يكونش راح عليكم حاجة في مدينة أيندهوفن. وفي سنة 1972 أعلن الحكومة الهولندية أعلنت أن كنيسة سانت كاترين هي معلم من المعالم الوطنية الهولندية. وكفاية كده على الكاتدرائية، خلينا نشوف حاجة تانية في المدينة الجميلة مدينة أيندهوفن. شايفين قد ايه حلوة؟ انا بصراحة بعشق مدينة أيندهوفن. مدينتي يا جماعة بقى لها 5 سنين. وقربنا من ساحة البلدية، الساحة اللي ياما مشيت فيها وانا رايح على البلدية بعمل مقابلات من اول ما جيت على المدينة. الساحة دي يا جماعة فيها مركز للتزحلق وألعاب رياضية كتير، لكن فيها حاجة أنا رايح أوريها لكم مهمة جدا. أيندهوفن أو هولندا في أثناء الحرب العالمية الثانية كانت محتلة من ألمانيا، ومصانع فيليبس اللي هي أكبر شركات تصنيع الإلكترونيات، وداف اللي هي أكبر شركة تصنيع شاحنات ومقطورات في أوروبا، كانت موجودة في أيندهوفن. فافتكر او اعتقد جيش الحلفاء ان المانيا ممكن تستخدم المصانع دي في الانتاج الحربي، فقرر قرار صعب، يجب تدمير مصنع فيليبس. وفي 6 ديسمبر سنة 1942 نفذ سلاح الجو الملكي البريطاني اول غارة جوية في الحرب العالمية الثانية. تخيلوا اول غارة جوية، وكانت تستهدف مصنع فيليبس في وسط مدينة أيندهوفن. تخيلوا اول غارة جوية، وتسببت الغارة دي في وفاة 148 مدني من أبناء مدينة أيندهوفن. وفي 19 سبتمبر سنة 1944 دمرت غارة تانية جوية أجزاء كبيرة جدا من المدينة بما فيها مبنى البلدية نفسه، وقتلت 227 مدني وتركت عشرات الجرحى. وكان مرور جيش الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية من أيندهوفن وهو رايح بالطريق إلى ألمانيا، وحصلت معركة قوية جدا في بلدية قريبة اسمها أرنم ولكن مش في أيندهوفن، إلا أن الحرب سببت أثر عميق في أبناء مدينة أيندهوفن. صحيح لما خلصت الحرب تم إعادة بناء تقريبا كل ما تهدم في الحرب، لكن فضلت الحرب حصر في قلبهم، عشان كده عملوا النصب اللي احنا شايفينه دلوقتي، نصب الحرب والتحرير. وتم بناء نصب التذكاري للحرب والتحرير سنة 1954 لما أعادوا بناء أجزاء المتهدمة من المدينة علشان يفضل تذكار بضحايا الحرب وأبطال النصر في الحرب العالمية الثانية، واللي مكتوبة أساميهم أسماء ضحايا مدينة أيندهوفن حوالين النصب التذكاري. التمثال مصنوع بالكامل من البرونز، وهو بيمثل 3 شخصيات ظهرهم لبعض ورؤوسهم منحنية. ال3 أشخاص دول اللي هما بيكملوا بعض، المواطن والجندي والسياسي المناضل من أجل الحرية.
والنقش الموجود عليه مكتوب عليه حاجات مهمة عن أهمية تضحية الجنود والمواطنين أثناء الحرب. ومستمرين في مدينة أيندهوفن الجميلة. مدينتي يا جماعة، شايفين الأنهار وسط البنايات شلون ماشية؟ طبعا الحاجات اللي شفناها ولسه هنشوفها، في حاجات غيرها تانية كتير في مدينة أيندهوفن. أنا بقالي 5 سنين عايش في المدينة يا جماعة، فمن واقع خبرتي اخترت الحاجات اللي أعتقد إنك لو زرت المدينة أكيد هتنبسط فيها لو شفتها. فلو عجبك الفيديو لغاية دلوقتي ومبسوط إنك تكون رفيقي بالرحلة وزميلي بالسفر كأنك هناك، فاشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك تنبيهات كل ما ينزل فيديو أول بأول. ويا ريت لو تشارك القناة بشكل عام مع أصحابك على الفيس، على الواتس، على الانستجرام، حاجات بسيطة أنا عارف بالنسبة لك لكن كتير بتساعدني وتدعمني بشكل ما بتتصوره، عشان تقدم لي أكبر دعم وأقدر أسافر وتسافر معايا لكل العالم. وصلنا متحف بن آبي أو بن آبي ميوزيوم. المتحف يا جماعة ده من أهم معالم المدينة، واتبنى سنة 1936 علشان يحتوي بس التحف الفنية والتاريخية اللي تبرع بيها السيد هنري بن آبي لبلدية أيندهوفن. تخيلوا مقتنيات متحف كامل كان بيتمتع بيها شخص واحد بس. وهنري بن آبي كان واحد من أباطرة صناعة التبغ في هولندا، وآخر حياته كان متفرغ بس لجمع وشراء التحف الفنية من جميع أنحاء العالم. جمعهم كلهم وسابهم كده للبلدية في الآخر. وصحيح انتهت ذكرى من العالم، لكن اتخلت في ذاكرة أبناء أيندهوفن كصاحب أفضل متحف في المدينة. تعالوا كمان أوري لكم التوسعة اللي اتعملت للمتحف. أنا زرت المتحف ده قبل كده، هو جميل جدا لو أنت بتحب الأعمال الفنية، خاصة لبابلو بيكاسو ومونديريان اللي لهم أعمال فنية موجودة في المتحف. لكن لو أنت بتعتقد أن اللوحة هي مجرد صورة زي كتير من أصدقائي، خاصة العرب منهم اللي بحاول أخليهم يزوروا المتحف لما يكونوا بالمدينة، ولكن بسمع الجملة المشهورة اللي بترفع الضغط، شو بدك تاخد تفرجينا على حجارة وصور قديمة؟ فيفضل لو أنت منهم ما تجيش المتحف. طبعا التوسعة شكلها غريب جدا، انا مش عارف بتجيلهم الافكار دي ازاي الصراحة. والمتحف لسه متجدد ومعمول له توسعة، وقام بافتتاحه الملكة بياتريس من فترة قريبة. والمتحف مفتوح للزيارة من 9 لـ5، ولو انت مهتم بالفن لازم تحطه باختياراتك لما تزور مدينة أيندهوفن. وعلى الطريق كده كمان خليني أوري لكم برج جميل جدا اسمه برج فيستادا. وبرج فيستادا هو برج سكني موجود في وسط مدينة أيندهوفن. البرج غريب مش علشان بهولندا صعب يعملوا أبراج، ولكن لأن هم بيحاولوا دايما يحافظوا على التراث وإنك أنت لازم تشوف السماء. فلما تكون كل المدينة بالكتير 4 طوابق أو 5 ويطلع عمارة فيها 27 دور أكيد هتكون حاجة غريبة. البرج واحد من أطول المباني في مقاطعة نورد برابانت كلها اللي هي عاصمتها أيندهوفن، وطوله 90 متر وفيه 27 طابق وآخرته كده على شكل ماسة كبيرة، يعني على الطريق كده فقلت نشوفه بالمرة، باعتبار ان غير كل الرحلات المرة دي انت ضيفي في بيتي، فبحاول اوريك اجمل ما عندي، اجمل ما في مدينتي، كأنك بتزورني بالظبط. نوقف شوية، وجالي خبر غريب. بعد 5 سنين في مدينة أيندهوفن انا حاطط بيتي للبدل عشان اروح على مدينة تانية. جاني اتصال هلأ بيقول لي ان في حدا بده يبدل معي بيت مدينة دنهاخ. خبر اجالي صدمة ومفاجأة. انا بدي انقل بس معقولة بعد 5 سنين حقدر اسيب المدينة؟ كتير اتفاجأت، وبتيجي هيك ببالي ذكريات الـ5 سنين شو صار فيها والناس اللي قابلتهم والناس اللي عرفتهم. معقولة الفيديو اللي انوي اصوره لمدينة أيندهوفن هيكون فيديو الوداع للمدينة؟ لسه هنكمل الفيديو، بس ان شاء الله اقدر امسك نفسي وانا بتفرج على المدينة. يمكن تكون لاخر مرة. دي المكتبة اللي ياما درست فيها لغة هولندي. يعني في خلال اسبوع او 2 خلاص هنتقل من مدينة أيندهوفن،
والفيديو اللي بيصوره ده هيكون فيديو الوداع للمدينة. كل ثانية بعد كده هيكون لها ذكريات، ذكريات من أول ما وصلت من 5 سنين لمدينة أيندهوفن بهولندا.